بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب بكم يا أخوانا في أولى حلقات برنامج ريلود. برنامج ريلود منصة أسبوعية هنتكلم فيها عن كل ما هو جديد ومهم في عالم التقنية والتكنولوجيا في كافة المجالات. برنامج ريلود هيكون من منصة نقاء استوديو، هكون معكم فيه أنا محمود محمد فضل. هنبدأ أولى فقرات البرنامج ده بأخبار سريعة، وحنبدأ بخبر أول بيختص بحاملي أجهزة آيفون اللي هي مقدمة من شركة أبل الأمريكية. لاحظوا فيه مستخدمين عن إنه آخر إصدارها واللي هي حملت الرقم 12.1.2 من إصدارات iOS 12.1.2، لاحظوا فيه إنه في تقطع مستمر، يعني مستمر متعدد لشبكة الداتا. طبعا شركة أبل في بداية العام 2019 اللي هو نحن فيه الآن أصدرت بيان إنه حتطلع نسخة جديدة بعنوان 12.1.3، وحيسمحوا فيه لكل الناس اللي عندهم أكاونتس في آيفون فيدباك. طبعا آيفون فيدباك إنك إنت بتكون بدوك آخر إصدار قبل أن يصدر إلى كل الجماهير، وإنت بتكون فيه بتساعد الديفلوبرز على أساس إنه أي مشاكل بتكون في الآي أو إس الأنستيبل قبل ما يطلع للناس كلهم، وإنت بتقدر تعمل فيدباك وتوصل كل الحاجات المشاكل في الآي أو إس ده. آي أو إس 12.1.3 ممكن كل الناس اللي بيساعدوا الديفلوبرز الآن ينزلوا. في خبر تاني معانا برضو بيختص بشركة أبل، إنه شركة أبل نقلت صناعة تلفوناتها من الصين إلى الهند. الخطوة دي جات نتيجة لإنه في مشاكل اقتصادية بين أمريكا والصين، وتاي حاجة إنه الصين بدت تتعصب لمنتجها الوطني اللي هو متمثل في شركات كثيرة كبيرة جدا زي هواوي وشاومي وزد تي اي وشركات كثيرة اللي هي بتهتم بالتقنية والهواتف الذكية. وفي خبر تاني معانا الليلة وفي الجانب الآخر تماما، وهي شركة منافسة للآي أو إس اللي هي مقدمة شركة أبل اللي هو نظام التشغيل أندرويد على لسان شركة جوجل اللي هي تابعة لشركة الأم اللي هي ألفابت الشركة الأمريكية اللي تأسست في 2015، وهي شركة قابضة تحت كبير من الشركات الكبيرة منها جوجل وكاليكو ووينكس. أصدروا بيان إنهم أخذوا موافقة من الهيئة التنظيمية للتقنية في أمريكا إنهم هيستخدموا تقنية جديدة أخذت اسم سولي. التقنية دي بتديك خاصية لهواتف المحمولة الذكية إنك أنت ممكن تستشعر حركة المستخدم من على البعد باستخدام تقنية وإشعاعات الرادار. وأصدرت إنها ممكن تستخدم هذه التقنية وأخذت موافقة إنها حتى ممكن تستخدمها وهي على متن الطائرات، يعني ممكن التقنية دي تشتغل زي الـ NFC زي الواي فاي تشتغل وإنت على متن الطائرة. مبدئيا كده التقنية دي هي عبارة عن استشعار ثلاثي الأبعاد عن طريق إشعاع الرادار، يعني أنت ممكن يكون الجهاز بتاعك على بعد منك وتتحكم فيه من على بعد عن طريق أشعة رادار بتلقى الجهاز الذكي، بغض النظر عن إنه حيكون الجستشر كيف وإنك أنت كيف حتقدر تتعامل. هي دي نقلة نوعية في استخدامنا لأجهزة الهواتف المحمولة والسمارت فونز. وآخر خبر معانا الليلة، أعلنت شركة كاسيو اليابانية عن إطلاق ساعات رياضية جديدة حملت الاسم WSDF30 الجديدة، وهي ساعة لبت جميع متطلبات الرياضيين. الساعة دي تستحمل العمل الشاق أو التف يوزرز اللي هي بدهم والبذل بيطلع من الرياضيين سواء كان جري أو قفز أو تسلق. بتقيس الساعة دي كل الباراميترز اللي بيحتاج لها الرياضي أثناء ممارسة رياضته. بكذا نكون وصلنا لآخر خبر معانا، وحنمشي للفقرة الثانية واللي هي نحن حنتكلم فيها عن حاجات بتهمنا في التكنولوجي ومعلومات جديدة أنا وإنتو حنقدر نستفيد منها إن شاء الله. فيلا نمشي للفقرة الثانية. مرحب بكم يا أخواننا في الفقرة الثانية من برنامج ريلود. نحن نتذكروا في الفقرة الفاتت تكلمنا عن خبر فوقه، اتكلمنا فيه عن مصطلح اللي هو الابديت والابجريد. الليله معانا العبيد هنتكلم هنساله وهنتونس على موضوع الفرق بين كلمه ابديت وابجريد. يعني شنو ابديت العبيد؟ يعني شنو ابجريد؟ بسم الله.
الفريق خلينا نعرف كل واحدة احتمال يصير للناس. الفريق الابجريد هو عبارة عن ابديت كبير. يعني شنو ثاني الابديت؟ هي اصلا ظهرت لشنو؟ مرات انت بتكون شغال على برنامج او سوفت وير في التلفون بتاعك او في على الجهاز، تحصل لك مشكلة انه يعلق او تعمل خدمة معينة بيعمل لك الابليكيشن ده فعليا يوميا، فيبدأ تحصل فيه مشاكل. تمام؟ بيجي هنا دور الابديت، انه الشركة المصنعة، لانه هو الابديت عبارة عن برمجة، والبرمجة عاملة زول بني ادم، وطبيعي انه يكون في غلط في الحاجة دي، ما في كمال في العمل، فبتظهر مشاكل في الابديت في الابليكيشن بتاعي او في البرنامج اللي انا شغال عليه. فعليا المبرمج بيرجع يحاول يعدل الاخطاء دي. هو دايما لما نيجي نفتح الابديت يقول لنا في باجز فيكسد وكده وكلام بشكل ده. ايوه، الباجز هي عباره عن مشكله برمجيه. يعني لما انت تشوف حشره في المكان معناه في 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 مشكله. اي يعني ما حاجه ما مريحه حاصله في في التطبيق بتاعي او في البرنامج بتاعي، فبقوم بحل المشكله البرمجيه وبنزل الحل ده في شكل ابديت للبرنامج بتاعي عشان يعالج لي المشكله اوريدي كانت حاصله في البرنامج بتاعي. الابجريد زي ما قلنا هي ابديت لكن ميجر او اكبر شويه، بيحصل من نسخه لنسخه. يعني بنقول عملت ابديت من نسخة 12.2 زي حصل فيها آيفون اللي هو كان 11.6.1 ل 12. اي ل 12، اي يعني من رقم لرقم صحيح ثاني. ده ابجريد اللي هو عبارة عن كمية من الابديتس مع بعض. اي لما اسمع ابجريد بتوقع شنو؟ بتوقع في تغيير في الشكل، في فيتشرز جديدة خشت في البرنامج بتاعي، في خدمات جديدة حتخش، فدي كلها بتوقع لما اسمع كلمة ابجريد. هو أبديت معناها في حلول أو حياة وسيطة كده في النص بحلحل بها المشاكل الصغيرة صغيرة لحد ما أجي أعمل الأبديت الكبير اللي هو الأبجريد لنسخة جديدة أصل بها لل... طبعا بخش في الموضوع ده اللي هو اليوزر الاكسبيرينس، إنه اليوزر بيكون ملا مثلا من الأبديتس عشان كده بيقوموا بيعملوا أبجريد عشان يجذبوا أكثر ناس. بيكون في خدمات إضافية في التطبيق أو في البرنامج اللي أنا شغال به، وبكون في تغيير في الشكل حتى، بضيف حاجات جماليه وكذا على اساس انه تسهل العمل بتاع الابلكيشن بتاع اول برنامج. والله دي معلومات. وعن الفرق انه قلنا طبعا ابديتس، طب المشاكل اللي بتحصل عموما في الباجز دي يعني مثلا بيكون شنو؟ يعني مثلا الباجز اللي بيحصل اللي بيعمل له ابديت مثلا بيكون عباره عن شنو؟ وبيحتاج لشنو؟ يعني هي معلومات نعم حيكون تكنيكال شديد، لكن بس في مشاكل كثيره ممكن تواجهنا. زي ما قلنا انه مثلا عدم التوافقيه مع برنامج ثاني ظهر. انا مثلا بكون شغال تطبيق معين في الاي او اس، الاي او اس عموما قاموا عملوا ابديت، هم ناس الاي او اس عملوا ابديت، بيبقى البرنامج بتاعي ما بيشتغل مع النسخه دي، فبضطر انا كزول عندي السوفت وير او انا برمجت برنامج معين بضطر اعمل ابديت او ابجريد عشان شنو؟ يشتغل مع النسخه الجديده. في فيروسات بتظهر، فيروسات فعلا جديده. يعني بنشوف دائما بيقول لك يا اخي انا الانتي فيروس بتاعي ما حاصل له ابديت، ما عامل له ابديت. هو طوال، هو اكثر تطبيق بيقول لك انا داير اعمل ابديت، داير اعمل ابديت، بيقوم بينزل فايلات من السيرفر بتاعه. اي بالضبط، هو فعليا اللي بيحصل انه في فيروسات جديده بتجي، فالمطورين او المبرمجين بيقوموا يبرمجوا لها حلول يعني او علاج، فانت مضطر انك انت تعمل ابديت عشان تاخذ العلاج عشان ما يجيك المرض الجديد. زي المصيفة يعني. فالشغلة ماشي. حتى مرات بنسمع برضو مصطلح باتش. الباتش أيوة، الباتشينج. يعني شو باتشينج؟ الباتش هي أصلاً المصطلح جاي من زمان، كان البرامج بتتكتب في ورق، البرامج بتاعت الكمبيوتر بتتكتب في ورق مخرم كده زمان يعني شديد. ورق مخرم. حاضر لك أنت ما حاضر. كويس. فالتخريمة دي اللي هي مكتوب فيها البرنامج بتكون الحتة اللي فيها المشكلة الغلط بتقصة عديل بتنصر بترجع بشنو؟ بنسخة جديدة المكتوبة صحيحة بالصورة الصحيحة.
الباتش كمصطلح بيستخدم عادة في الابديت السكيورتي الامني، لما يكون في مشكلة امنية حاصلة في البرنامج، في هاكينج حصل، في فيروس جديد ظهر بيستغل الثغرة دي، بيقوم بيقول لك في باتش جديد نزل للبرنامج الفلاني، فهو ابديت عبارة عن ابديت لكن امني، ابديت امني، فبيسمى باتش. طيب بالنسبة للابديت، في تطبيقات كده بتصر على العميل انه يعمل ابديت، يعني مثلا احنا ما داري اعمل ابديت اصلا، ما داري اعمل ابديت، وما في مثلا ما عندي داتا اني اعمل ابديت، ما داري اعمل ابديت، لكن في تطبيقات بتكفل تطبيقاتها لو في فتره من الزمن انت ما عملت ابديت، زي فيسبوك، زي واتساب، تطبيقات مشهوره جدا والناس بتتفاعل معها كثير، فاذا انت ما عملت ابديت بتكفل دي يعني حاجه دي ما اعرف هل هي تاديبيه للكاستمر ولا ليه، ليه الناس بتشدد على موضوع الابديت؟ الابديت هو اصلا في مصلحتك انت كمستخدم، هو جاء عشان يحل لك انت مشكله حاصله في التطبيق او كده او في البرنامج اللي انت مستخدمه، كويس. زي ما قلنا هي اصلا مدعمه لحل مشاكل نمره واحد، فيها مرات في ثغرات امنيه مهمه جدا تحصل بها مشاكل كبيره جدا، ويمكن الناس سمعت بالفيروس الاخير اللي هو بسموه الرهينه، اللي هو بيقول لك انا حجزت معلوماتك الين تدفع عشان يطلع لك المعلومات بتاعتك اللي هي قاعده في جهازك يعني. فديل استغلوا ثغره الابديت بتاعها اصلا نازل، الابديت موجود قبل ما تحصل الهجمه دي، فالناس ما عملت ابديت، فبالتالي الثغره جاء استغلها الهاكر ده وعمل العمليه دي، واثرت على الاف يعني المؤسسات، وفي الناس بيقولوا زي ما داري نعمل ابديت اي. فالابديت اصلا في مصلحتك. في الابجريد معناه مرات بيظهر وبتلقى بعده طوالي بعد ايام مباشره تلقى ابديت بعد الابجريد، اي لانه الشركه بتكون نزلت السوفت وير الجديد او الابجريد بتاعها، وبعد ذلك في خلال ايام من اليوزرز الحوالينا العمل الابجريد بيكتشفوا اخطاء ومشاكل فبيضطر بيعملوا، فالشغله دي ما ايوه بتذكر كان برضه في 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 اي اس 11 ولا ما كان نزل كان برضه كان في مشاكل وتسحب بتذكر بعد ايام بينزلوا طوالي ابديت صغير اللي هو بوين 1 او 1 عشان يعملوا يحاول يعمل يحل المشكله الظاهره. شكرا استاذ عماد، يعني انا عن نفسي استفدت استفاده شديده وعرفت معلومات كثيره ما كنت عارف انه فرق بجد يعني الفرق الجوهري بين الابجريد والابديت. بهنا اتمنى انكم تكونوا استفدتوا شديد من المعلومات اللي احنا قلناها الليله دي، ولحد الحلقه الجايه اشوفكم بخير، وما تنسوا تعملوا لايك وتكلموا الناس انه شوفوا برنامج ريلود.